من أجل الحفاظ على الثروة الغابية والفلاحية بولاية ورقلة، تم تنظيم يوما تحسيسيا توعويا من طرف مصالح الحماية المدنية حول كيفية إخماد حرائق الغابات، وذلك لفائدة الفلاحين. لقاء تحسيسي وعملي، خطط دوما في المدة هذه تاع الصيف مدة 3 أشهر تكثر الحرائق، جوان جويي وآوت إلى غاية سبتمبر، حتى من القارورات الزجاجيات تشعل النار. سجلت مصالح الحماية المدنية العام الفارط أزيد من 420 حريقا، مما وجبت الأولوية إعطاء نصائح خاصة حول الحرائق. 2019 سجلنا 426 حريق، نتج عنه 3988 هذه نخلة اللي احترقت، وفي العشر سنوات الأخيرة سجلنا حوالي 36,000 نخلة اللي تحرقت، والعدد الإجمالي الحرق كان 4136. وتبقى الوقاية من أنجع السبل في الحفاظ على غابة النخيل الكثيرة والموجودة في كامل تراب ولاية ورقلة. إلى أخبار